كانت ثورة 30 من يونيو مشهد النهاية لتنظيمات الإسلام السياسي، ثمرة فشل سريع في الحكم بعد مظلومية دامت عقودا، وكشفا لوجهها الدموي الذي طالما أخفته باصطناع التقوى ومساحيق التدين الزائف، ودليلا دامغا على خصومة تلك الجماعات مع مفردات الحداثة وقيم الإنسانية. ففي ثقوب التاريخ اختارت مصيرها وقضت نحبها. منذ عام 1928 قدمت جماعة الإخوان الإرهابية نفسها بديلا للإمبراطوريات الغاربة، واعدة الجمهور بنهضة لا مثيل لها، وبدولة لا يغيب عنها العدل، واقتصاد يهزم منجز الغرب والشرق معا. وحينما لاحت الفرصة بعد يناير كان الفشل الذريع، ففقدت هيمنتها الروحية على أوساط المتدينين البسطاء، وتقلد الهواة والإرهابيون مناصب الدولة التنفيذية، ودخل اقتصاد مصر مرحلة الخطر، وانتعشت تنظيمات التكفير والقتلة الأوائل. وحين شد الشعب بساط السلطة من تحت أقدامهم ظهرت تنظيمات القتل على الهوية كحسم ولواء الثورة، كما أشعل حلفاء الجماعة الدواعش حدود مصر شرقا وغربا حتى تمكن المصريون من دحر ذلك كله. أضاعت الجماعة الإرهابية المستقبل مثلما أضاعت الحاضر، فلا فرصة للعودة إلى زمرة السياسة، وفقدت مجتمعها العميق ومؤسساتها الخفية، وتقطعت أواصر حلفائها وضاقت ملاذات قادتها مع انكشاف مخططاتهم في كل قطر عربي وإسلامي.